ولا بعد الدرس تبعتنا في 2015. الحمد لله انا كنت في البلاد حقنا، يعني في اقل يعني في امن واستقرار، يعني في قرانا، في بيوتنا، في مزارعنا. المشروع كان عندنا واصل، ها، مشروع للبيوت، الغذاء من المزارع، والحمد لله كنت تمام. وجاب لي جاء الولد هذا حميد، وما تأخرناش يعني بعد هذا إلا ونزحنا من المنطقة نفسها. يعني تغيرت كثير، لأنه عندما كان مثلا يجي لي ولد اضطرنا ان احنا ننتقل لجبل يعني ارتفاعه حوالي بالرجل، مش يعني بالاقدام، ما بش خط. لما لو وصلنا احنا هناك ما فيش مياه، هنا كانت الا بريك وكهوف يعني جلسنا فيها فتره، وبعدين فيها ومنها انتقل الى مدغل الجدعان، جلسنا فتره حوالي 6 شهور او كذا. فاضطرينا احنا في تقريب شهر 8 2020 بسبب الحرب. أول ما وصلنا هنا صادفتنا عواصف، كان معنا خيام قطعت، الماء معنا 500 لتر إن كانت الأسرة 2 أو كانت الأسرة 12 فرد. تحصل الناس يأو خايفين هم خيام من استهداف قذائف أو صواريخ أو هجوم. مثلا تمشي وانت خايف على الاسره بعدك، الاسره تنام خايفه، تصبح خايفه، يعني عايشين في قلق الكبير والصغير. انا في عمر 45 سنه، بس احلامي انه ايش؟ يكون مستقبل يعني اولادي مثلا يتعلموا، ها، يدرسوا، يعيشوا في امان، في استقرار في ارضهم. أتمنى أن أرجع بيتنا وأدرس وأتعلم وقعد أدرس وقد أنا كبير وقعد أدرس وقد أنا أدرس قاعد أدرسهم وأرجع بيتي وأرجع بيوتنا ونرجع بيوتنا كلها ونرجع بيوتنا ولا نخلي بيتنا ولا شيء.